أفعالهم في الخفاء. حل الموضوع وإلا رح ننفضح فضيحة كبيرة. تجعل من حولهم يطرحون التساؤلات. برأيك ماما عم تخبي عنا شيء؟ ليفتح صندوق دفنت فيه الأسرار. برأيي إجا الوقت لحتى نحكي الحقيقة لنالان ولو كنا متأخرين. في سعيهم للحصول على الإجابات. إذا بتدخليني بهالشغلات الناقصة اللي بتعمليها ما حدا رح يقدر يخلصك مني أبدا. فتاة النافذة، الجزء الثاني، من السبت إلى الخميس 9:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.